الخسارة المذلة للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الألماني بسباعية كاملة في نصف نهائي المونديال شكلت صدمة حقيقية على الشعب البرازيلي الذي لم يكن أحد منه يتوقع النتيجة الكبيرة سوى سيدة واحدة. مواقع برازيلية نقلت قصة امرأة برازيلية توقعت خسارة منتخب بلادها أمام ألمانيا بنتيجة 7-1، وهو ما جعلها تفوز بالمراهنة لأنها توقعت هذه النتيجة قبل اللقاء. حيثيات القصة تعود إلى ليلة اللقاء حين تبادلت آنا غيرا الحديث مع زوجها الذي يعاني من مرض السير أثناء النوم مباراة رقص السامبا أمام المانشافت، حيث أخبرها خلال نوبة نوم أن المباراة انتهت بفوز الألمان بسباعية مقابل هدف واحد. ومن سوء حظ هذه السيدة فإنها فازت في الرهان بمبلغ زهيد يقدر ب 90,000 دولار أمريكي فقط.